نبلش محاضرة اليوم. تذكرون هذول، يلا ركز على اي واحد. احنا حكيت عن المنفعة في البكتيريا، will it work for bacteria sexual ولا asexual، قلنا عنه asexual ولا sexual، اي بكتيريا مزبوط بنفعش بالبكتيريا هذا البيولوجيكال سبيشيز، واضح هذول حكينا عنهم هذول كلهم. لا ركزنا على هذول، ركزنا على difficult، ركزنا على هذول الكنتين. هذا الكومون صح، هذا الابلكيشن كثير تركيز على هذول. هلا كثير الشغلتين الاساسيات عم بنكونسنتريت اون ذيس بوث اوف ذيم، تقول المورفولوجي بعدين تتبعها الفايلوجينيا والجينيتكس حتى يكون ما تكون كثير واضحه الشغلتين. هاي حكينا على difficult because doesn't work for this. عملية الكوهيجن زي انتوا حكيت عنها بالسؤال صعب جدا نعرفها، it's very difficult to recognize. والادابتيف زون، شي الادابتيف زون مين بدي يعرفها؟ مين الباوندري تاعتها؟ بدو هذه difficult نعملها define. define هون معناها تحديد مش تعريف، تحديدها. الايفولوشنري الكريتيريا vague، vague تعني vague معناها مش واضحة مبهمة بالأحرى. and it is difficult to observe. المورفولوجي it's common بس doesn't mean اللي عندهم natural units، يعني شو حكيت أنا بعض اثنين ممكن يكونوا بالمورفولوجي similar لكن تيجي على الجينيتك ليفل تلاقيهم completely different species. وكثير هذا الحكي بصير emergence of new species، كانوا يعتقدوا انها نفس species لكن لما دخلوها على مستوى الجين ليفل لاحظوها انها تختلف. الفايلوجيني هاد انكريزينج، وريكوجنيشن تتعرف عليها امتى؟ هاد از فيري ديفيكولت بيكوز يو كانت نو ديتيرماين اف ا فيتشر از يوز تو ريكوجنايز بوتنشال نيد. هاد از ديفيكولت اور امبوسيبل. هلا كيف نقيس البيودايفرسيتي؟ كيف نعرف؟ How do we measure biodiversity؟ وين بتحدث؟ قديش how fast it is؟ قديش عم تعمل disappearance؟ وقديش تعمل maintenance؟ لازم نعرف انه how to measure it. مش نحكي في diversity؟ قديش في عندي؟ قديش بتظهر؟ قديش بتختفي؟ لازم يكون في عندي بعض الكرايتيريا ولا لا؟ او بعض ال شو بسمونا احنا هذول؟ مش خصائص، نقاط يعني. يو كان ميجر ات. هلا في معظم المشاريع او معظم انت تحكي على البيودايفرسيتي بقول لك انت عم تعطي هايبوثيسيز مزبوط، بدك تقيس هذه الهايبوثيسيز، كيف بدك تقيسها؟ اللي هي ادوات القياس. مش بس هيك، كيف بدك تحللها كمان؟ لازم تكون قابله للتحليل. كثير نركز على كلمة مرادف العدد، أول واحدة صح؟ قديش هلا شوف النمبرز. We speak about genes، ممكن نحكي عن population وspecies أور تاكسا إن إيش؟ إن أريا. فحتت في وحدة مساحة. إذا بدنا نحكي عن genes جينات، نحكي عن population هذا population بتعيش في منطقة معينة، وقديش في عندي سبيشيز وفي عندي تاكسا. اوكي. شو عرفنا التاكسون؟ لا عندك تاكسونومي. قديش عندي تفرعات من السبيشيز؟ تتذكر الفايلوجي تري لما درسناها؟ كل خط حكينا عنه تاكسون. مزبوط؟ كل خط حكينا عنه تاكسون. طيب شو كمان هذه النقطة؟ شو معناها؟ ايفن شو معنى ايفن؟ ولا متساوي؟ ايفن ده صار ايفن، ايفن معناه متساوي ولا لا؟ ايفنت حدث؟ اوكي احدث. طيب ايفنس اسايد كونتينينج سبوز، خلينا نرجع لهذه اسايد كونتينينج قديش في عندنا؟
100 species. 1,000 species may not seem very diverse. Probably. إذا كان إذا كانت 99 صفر 10 من هذه species إيش؟ أرض السن معنا نطلع عليهم 100,000 species 1,000 species. إذا many diversity indicate have been developed such as إيش؟ هذا اسم واحد آه. سيمسون وشانونز diversity indices. شو معنى indices؟ شو جميع indices؟ indices جميع index indices. Okay. That attempt to convey the extent which individuals are distinguished among species. طيب شو الموضوع اللي هم اخذهم؟ ليش نيجي عليها؟ نحكي على الفاليو. فهمتوا هذه الليفنس؟ قديش؟ they look the same. يعني إذا أنت بدك تعمل ميجر للدايفرسيتي بدك تشوف قديش في تساوي في سبيشيز بين سبيشيز يعني انت بتحكي عندك 1000 سبيشيز لكن they are same difference معناته في عندك بايودايفرسيتي؟ لا هذا المقصود فيها الفاليو تاعتها طيب شو بهمنا اكثر شيء احنا؟ احنا هيومن صح؟ بتهمنا ولا بتهمناش سبيشيز؟ if it has a high value for human or not هلا كثير هلا بنهتم احنا في البيودايفرسيتي الهيومن كثير هسا لما تطورت الشوارع تطورت البنية التحتية مش على حساب البيودايفرسيتي طب وين كانت هاي البيودايفرسيتي ليش مشت الامور هيك لا موجودين من زمان الستينات موجودين بس ما كان الاهتمام مثل الايام شو السبب شو السبب في رايكم Why we have too much concentration now on biodiversity? It has value or not for a human? هذا الجواب رائع جدا. صار يزرع قمح، صار يزرع شجر لوز على حساب الأشياء الثانية، بطلوا يهتموا بالبيودايفرسيتي. هلا لما صار في خلل واضح في البيودايفرسيتي، صار في خلل إنه في كثير سبيشيز صارت انفيسيف انت بدك اياها it has a value suppose that you have medicinal plant نبات طبي عم بيعطي بعالج الكانسر مزبوط بتشوف نص السهل عرابي مزروع فيه مزبوط او اذا بده منطقه جبليه بصير يزرعوا في مناطق جبليه شو بصير في البيودايفرسيتي بدها تقل so if it has value for human or not لانه اللي بهمني كهيومن انه يكون لها value ولا شو بعدين فيها شو بدي فيها كلمه بسيطه شو بتحكي شو بدي فيها بتهمنيش بزرع اشي اهم مش هيك نحكي ديفرنس شو المقصود بالديفرنس شو حاكين اوكي some birds of allele or population or species or taxa may be very similar while others are ايش difference ركز على هاي النقطة. Some differences may be considered to be more important than others. يعني we have two species. We have 100 species. هلا differences بينهم كل ما كان الديفرنس أكثر كل ما كان أفضل بالنسبة لي according to the human حسب ما أنا بدي إياه. يعني ممكن يكون اختلاف أنت ما بدك إياه وبتركز على الاختلاف اللي أنت بدك إياه. هذا المقصود فيها. قديش في عندي ديفرنس في هدف البيودايفرسيتي بتسمع في كل سبيشيز سب سبيشيز في سبيشيز في شيء بسموه سب سبيشيز ايوه بس قريب منه كثير ولا لا؟ قديش بكون ديفرنسز؟ قليل جدا الجينيتك دايفرسيتي كل المستوى على مستوى الجينيتك دايفرسيتي ولا لا؟ اتس كريتيكال وات كمبونات شو معنى كمبونات؟ مكونات كريتيكال كريتيكال
اوكي حساس اه حساس او حاد حساس ممكن كان بينجر دايركتلي مباشر او طب تعريف دايركتلي كيف مباشر نجي على مستوى اختلاف وين او نكرة مثلا تركيبات هاي ولا لا هذا بتكون من هذا بتكون من هذا هذا دايركت طب اندايركتلي بيليون كيوب ركز عليه هذا الشغل كمان على الفينوتوبيك ليفل تعرف اليوم بيقدر يرسموا فاليزمي تري بس مش على الجين ليفل على على الصفات اللي في الورقه مثلا صفات شكليه بورجيك درجات القرابه اللي بينهم على مستوى الفينوتوب بس هذا شو بنسميه احنا؟ عين دايركتلي شو التكنيكس اللي يستخدمون في هذا؟ سمعتوا فيهم هذول؟ restriction fragment length polymorphism RFLB reflip هذا لو احنا جبنا جين طب تسمع فحص النبوة دي ان اي فحص الدي ان اي تاع هذا بيثبت انه هذا ابوه كيف بيسوي فعليا؟ او كيف بيسوي الRFLB؟ هذا الدين دي ان اي صح؟ الجين تاعك هلا في ترتيب معين للنيوكليوتايد هلا في عندك انزيمات معينه بتقطع في مكان معين اذا انا وانت سيميلر 100% قطعنا بنفس الانزيم وانا طلعت 10 فراجمنت 10 قطع انت قديش لازم تطلع؟ 10 اذا في اختلاف برافو عليك كل ما كانت القطع اكثر كل ما كان الاختلاف اكثر كل ما كان عندك قطع اكثر مختلفه كل ما كان العدد كل ما كان الاختلاف اكثر هذا هو الريستريكشن اللي بستخدم فيه انزيمات قاطعه تقطع على مستوى معين في مكان معين تعطيك ديفرنت ايش؟ باترنز لو بتطلع النيوكليوتايد عندك هيك بيطلعوا هاي الايه؟ هاي طلع كيف طلع هون هاي اختلفوا عن بعض شايفين كيف؟ على المستوى هذا بقدر اعرف انا بعدين بجيب هذول القطع المختلفات بدخلهم في بروجرام معين بعطيك درجه القرابه اللي بينهم او الاختلاف اللي بينهم اذا مستخدمها طيب بسميه دي ان اي فينجر برينتنج في شيء بسموه الرابد الرابد هاي بكيف على دكتور يامن شوف الرابد شو بيسوي هلا بدل ما انا اجيب اقطع في ريستكشن انزيم بجيب الدي ان اي تاعي نفسه وفي بجيب شيء بسموه برايمرز برايمرز بيكون 10 نيوكليوتايد طيب تعرفون هدول؟ ممتاز هذا بيعمل ايش بيعمل بيرنج؟ ممتاز ها؟ ممتاز شو حطينا اخر وحده تي؟ بعمل باي صح هلا اذا جبت انا الترتيب دي ان اي سيكونس تاعي بهذه الطريقه وجبت 10 نيوكليوتايد بتمم له راندوملي عاش مع راندوم عشوائيه هلا وين في الها وين في الها بارلل او وين في الها متممه كومبلمنت شو بتسوي؟ تلزق عليها وبتعمل بتعمل البي سي ار العادي شو بتعطيك؟ بتعطيك سلسله طويله فراجمنت معين ولا لا؟ فراجمنت هلا اذا انا وياك السيميلر المفروض يربطوا في نفس المكان في نفس المكان صح ولا لا؟ طب اذا كان في اختلاف بيننا ممتاز لما بعمل ابليكيشن بتطلع في البانز نفس الشيء بتطلع مختلفه وين انا بدور على نقاط الاختلاف اللي بيننا وتحط راندوملي بستخدم 10 نيوكليوتايد 10 برايمرز بلزقن او بلزقن في مكان عشوائي بربطهم في الدي ان اي تاعها بعدين بكمل البي سي ار بعمل ريستريكت هذا الدي ان اي بالمرازز بتكمل بتعطيك فراجمنت معينه بطول بطول معين صح؟ احنا كيف الفصل هون كيف نفصل؟ على اي اساس؟ السايز على الحجم اللي وزنه ثقيل وين بظل؟ تحت او اللي حجمه كبير واللي حجمه اخف تزاحمية هي كل ما كان حجمك ثقيل كل ما كانت السيارة كبيرة كل ما مشت في الشارع ضيق هي شوارع ضيقة في النهاية وتحت شماعة الربد مين ادق الاعرف البيو للربد؟
طيب طيب في شيء ادق بكثير نسميه المايكرو ساتلايت الاس اس ار فاريشن. هلا طلعوا هلا احنا بنستخدم برايمر طول 10 سهل جدا الاقي له ايش كومبلمنت صح؟ طب لو استخدمت برايمر طول 23 صعب مزبوط صعب على كيلو ايش مكان زي وزيك. اذا انا وياك ايدنتيكال راح يمسكوا في نفس المكان اختلاف بسيط راح يسوي راح تمسك مكان كليا بعيد عنك فصعب انك لاك 23 يتذكر هيك كبس. فكل ما كان طول البرايمر طويل كل ما كانت حساسيته اكثر اعلى. اذا يضعك هاد بعدين هاد بعدين هاد رابد هذا عشوائي 10 10 بالزكن. وضحت النقاط؟ هذا عباره عن ايش؟ دي ان اي مولكيولر تكنيكس. هذول هم بنستخدمهم للتعرف في الباتيرن روتين بنستخدم هذا احنا فحص الابوه بنستخدم هذا الفحص. ايش بسموه سبيشيز؟ ايش هذا؟ تتخرج ان شاء الله. ريتشنس قديش سبيشيز ريتش عندك؟ طيب جبنا قطعة معينة خلينا نقول 100 متر في 100 متر وقعدنا نعد النباتات اللي فيها تتذكروا كل المربع بنرمي عشوائي وبنعد النباتات اللي فيه مزبوط. هلا طلعت 98% منها سبيشيز واحد قديش الريتشنس تاعه عالي ولا واطي؟ ممتاز. قديش بضل عندي؟ 1-2% او 1% other species. اذا species research is very important also. قديش تشوف انه هل بيغزو في كثافة؟ هل هذا اكثر تواجد ولا مش تواجد في هذه المنطقة ولا لا؟ ممكن تروح على منطقة ثانية مش موجود اصلا ولا لا؟ كل هذا الحكي مش لازم يتبع practical application؟ صح؟ حكينا سبيشيز ريشنس مزبوط؟ بدك تعد ولا بدكش تعد؟ بدك تعد في سبيشيز بدنا نعد بدنا نشوف قديش هذا موجود فيه 95 98 99 10% 3% من سبيشيز واحد. اذا اتس ايزي ايش؟ تعد ايش؟ النمبر ولا في احلى منه هذا سبيشيز ريشنس لانه عندك براكتيكال ابلكيشن له ايزي انك ايش؟ تو كاونت. طب في معلومات سابقه؟ في اكزيستنج انفورميشن؟ يعني ما تتوقعوش انكم انت بتروح على منطقه تيجي تعمل لها اكسبلورينج جزء يبقى 10 من قبلك زايرينها. ففي بعض الداتا هذا الحكي مش بس هيك كمان مش بس هيك المقصود في هذا الحكي. هلا روح على كتب التاكسونومي مزبوط الا تلاقي ايش؟ صور مزبوط تلاقي معلومات داتا معينه. هلا انت بتروح على هذه المنطقه شو اول عمل بتعمله؟ بتصور او الشغل الثاني بتاخذ عينات مزبوط بتاخذ على اللاب عندك وعلى تحت الميكروسكوب التشريحي مشان تشوف الديتيلز. الشغل الثالث شو بتصير تسوي؟ بدك تصير تقارن الصور تاعتك مع صور موجوده على اكزيستنج داتا ولا لا؟ اذا خلص ما قدرتش تلاقي اي صور سابقه شو بتكون؟ بتكون في عندي انا بوتنشال ان عندي نيو سبيشيز مش هيك؟ بتكون هذا الحكي، بعدين تدخل في سمول ديتيلز بصير تقربها على فاميلي معينه، بعدين تقربها على جينرا معينه، بعدين تقربها على سبيشيز معينه. السروجاسي شو المقصود في السروجاسي؟ Species richness acts as a surrogate measure for many other kinds of variation in biodiversity. هذا فهم شو معناه؟ لا طبعا. Species richness act as a surrogate measure for many other kinds of variation in يعني شو مقصود في هذه الاساس؟ هي الاساس او هي القاعده اللي بتفرع منها الشغلات الثانيه. إذا أول عمل بعمله شو هو؟
سبيشيز ريتشنس. بعطيني ميجر البيوديفرسيتي، بعطيك انديكيشن اللي في عندك ولا بعطيش؟ بعطي 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 بس اوكي بعطي بعطي. حكينا براكتيكال ابلكيشن، حكينا انا شو كمان؟ وايد ابلكيشن. معظم البيبل، معظم الناس، معظم العالم شو بيشتغلوا؟ طيب لو جبنا بالامتحان سبيشيز ريتشنس، سبيشيز ريتشنس هو الاساس في عملية البيودايفرستي. واي 1 2 3 4، والنقطة الخامسة اللي هي ديفينيشن اوف سبيشيز. طيب ديفرنت كايند اوف دايفرسيتي. عندي تو سبيشيز اوف ماوس، فعندي say that two species of mouse is more or less biodiverse than an equivalent size assemblage of more distantly related species, say a species of mouse and species of shrimp. هلا في عندك different kind of diversity. هلا في عندك ماوس وفي عندك shrimp، يختلفوا عن بعض ولا لا؟ كريدس أظن، كريدس سمعتوا في الكريدس؟ الحمد لله. الكريستيشيا ولا لا؟ الديس ادفانتج، شو الديس ادفانتج تاعت سبيشيز ريتشنس؟ كل هذاك حكينا عنه الادفانتج، شو الديس ادفانتج تاعتها؟ بتعتمد على العلاوات، مش عدينا اي كونسبت، احنا حكينا عن سبعه صح؟ قبل شويه، اي واحد تعتمد عليه في اي واحد، which one do you like؟ شو بيعطي هذا كمان؟ بيحكي عن one element of what biodiversity is. It should be بدون تأكيد If a species richness is used synonymously with biodiversity without emphasizing the fact that species richness represent just one element of what biodiversity is. عم بيحكي عن one elements. احنا كم elements عندنا كل biodiversity؟ ثلاثة، three. هذا السمري كثير تركزوا عليها، على الفا وبيتا وجاما diversity، تعريفات definitions هذولا الفا وبيتا جاما، شو الفرق بينها؟ الفا وين؟ ممتاز، هاي الكلمة وهذه بتوين وهاي اوفرول، يعني اللي بكره بس بركز على ثلاث كلمات هذول. خلصنا؟ How many species are there؟ اوكي بدك قيس منطقة انا 10 كيلو في 10 كيلو، كيلو في كيلو 10 كثير، بقدر اعرف كم في عندي سبيشيز وذات اريا؟ ناخذ بشكل عشوائي. طب بشكل عشوائي اللي بحكي عنه ريبريزنتيف ولا نوت ريبريزنتيف؟ يعني انت مش ضربنا هالبوليجون هذا؟ طب بجوز كل مرة تضربه في منطقة في عندك سبيشيز مش موجود ما يطلعش فيها، أو موجود ما يطلعش فيها. Is it easy or difficult to say how many species in that area? Difficult. بس احنا شو بنعطي؟ Approximately. ايوه بنعطي approximately. So it is difficult to say how many extant species there in current are. قديش في عندي؟ لأنه في عندك النيجر اوكي. بالاوشن او بالكهوف الديب هذا الكهف الكيفز او في على قول على قمة ايفرست او في جبال عالي جدا، اماكن يصعب الوصول اليها او من المستحيل الوصول اليها، بقدر اقول لك قديش في عندي سبيشيز؟
بسبب المناطق الثلاثة هدول صح؟ أو في مثلا في الديب أمازون اللي هي very rich في البيودايفرسيتي في مناطق أنا ما بوصلها. المقصود أنا أتذكر أول سلايد حكينا قديش في عنا 150 مليون تقريبا من 3 إلى 150 أو 100 مليون سبيشيز ولا لا؟ فواحد قال لي ليش هدول ما عدوهمش؟ كيف عرفوهم؟ بس لحد الآن أحصوا عدد معين ولا لا؟ السبب إنه still we are discovering لأنه شو في عنده مشكلة في المناطق اللي أنا ما بمكن أوصلها. في عندك التاسك تاعي هذا شو بسموه enormity of task. هلا المجرمنت حكينا في عندك دايركت وفي عندك كمان ايش؟ الدايركت كله بيعتمد على ايش؟ على الاسامبشن اللي يوز فور استيميشن هذا الحكي. سو از فيري هذه النقطة كثير مهمة. هذه النقطة كثير مهمة. سو وي ار ستيل ديسكفرينج نيو سبيشيز اول اوف ذا تايم. كل مرة بيطلع نيو سبيشيز بس في نفس الوقت بيختفي سبيشيز اخر. قديش عن العدد؟ 13.5 مليون تخيلوا. قديش الاستيميت؟ 311.5 مليون استيميت بس نوصلهم بيكون شراية. ماب تعني خارطة كيف نعمل مابينج للبيودايفرستي. عم بيعطوها ايش هم؟ معادلة اه؟ معادلة. شو تعني A S number of species A وزد عن C أي معادلة بتلاقوا فيها constant ماكي. بس شو اللي مجربل ال S ولا ليه مساحة اللي بأخذ أكتر واحدة اه؟ سمعتوا في كلمة hot spot؟ اسمعوا في كلمة هوت سبوت ولا لا؟ منطقة الحارة الحامية بس بالبداية شو تعني؟ اللي أكثر ريتش هذه. It's very very rich in biodiversity بسموها هوت سبوت. فهي مناطق الهوت سبوت والمناطق الريتش بالبيودايفرستي ممكن يعملوها كمان ايش؟ ناشونال بارك ممكن. ممكن يحطوها محمية طبيعية قصدي أنا مش يصير على المدار. كم وحدة في عندي؟ طيب 34 وحدة. قديش فيهم؟ انديميك ولا ابيديميك؟ انديميك. شو معنات انديميك؟ مستوطن؟ مستوطن احنا انديميك ولا لا؟ ابيديميك بينتشر بيجي مكان تاني بينتشر. انديميك يعني اللي احنا عايشين اللوكل مستقر او عايش فينا. قديش الانديميك فيهم؟ قديش خسر منهم؟ 70% اه خسرنا من هذول الهوت سبوتس. والموجودين هذول بتعرفوا؟ مدغشقر سمعتوا فيها مدغشقر، انديان اوشن، ايلاندز، كوستال فورست اوف ايسترن افريكا، كاريبيان ايلاند، ميديتيريان بيزن. قديش هذول بيعدوا؟ طلع قديش فيهم؟ هذا الهوت سبوت. شيل الفاليو تاع البيودايفرسيتي فاضيات دايركت وين دايركت الدايركت تاعتها بتعرفوها شو اهميه البيودايفرسيتي بالنسبه لنا في الاكل فايبر ميديسين او البيولوجيكال كنترول بتشتغلوا في المشاريع تاعتكم وين دايركت واو سايكل والبولينيشن ما بحكيش عن نبات احنا في البيودايفرسيتي صح؟ نحكي عن نبات، نحكي عن فطريات، نحكي عن بكتيريا اه؟ مش تنسوا؟ بولينيشن اه؟ بولينيشن معناها اه تلقيح. النبات كيف بلقح حاله في البولينيشن؟ حبوب اللقاح. خلصنا؟ بقول لك 3 main ways that ecosystem function can respond to ايش؟ reduction in species richness. يعني كل ما قل السبيشيز ريسيرش الايكو سيستم بكيف حاله بده يشتغل الايكو سيستم كيف بيشتغل في ريدندنسي ريدندنسي تعناها لما تعمل ريدندنت يعني بتكرر نفسك
بتكتب نفس الجملة بتكتبها كمان مرة بتكتبها كمان مرة كمان مرة بصير ريدندنسي بالوار أو بتكتبها بصياغة تانية بس نفس المعنى له فبسموها تكرار زي تكرارية. هلا أي إيكو سيستم مش بده يشتغل؟ أي إيكو سيستم مش بده بروسس؟ مش بده إيلمنتس إله تشتغل فيه؟ مش بده تعاون بين الهيومن البلانت والبكتيريا والفطريات ولا لا؟ بس هذا الشيء لازم يكون فيه minimum numbers of a species equal to carry out ecosystem processes. واضح؟ هسا عرفت popping المقصود فيها لو انت فقست مثلا 10 species 20 species 30 species بيأثر على الايكوسيستم؟ ممكن ما يأثر على الايكوسيستم. هذا المقصود فيها، يعني في عندك لحد مستوى معين انك انت تخسر من species ما يأثر على الايكوسيستم. عشان هيك حضراتنا هلا في المستقبل هذا صار اكزو على البايديفرسيتي لانه صار يكون عندكم امبالانسز صار في خلل صار في عم تفقد بعض الكائنات اللي بتاثر على على الايكو سيستم بشكل عام. هذا اللي احنا ما بدناش اياه. والانجيوسينكراسي سبيشيز هاف ا كومبلكس اند فاريد رولز ان تشينج Changes in diversity will cause changes in ecosystem functioning where the direction and magnitude of change is unpredictable. هذا اللي بصير بعض الأوقات شو بصير عندنا؟ بصير عندك loss mass loss مثلا ل 10 species 20 species 100 species 1000 species. هذا اللي شو بيسووا؟ بيسووا خلل في في الايكو سيستم. النتائج معروفة unpredictable. Thank you.